مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي لكم عن شغلة بتصير في أوتوا في كتير أماكن اسمها البازار. البازار مش زي في بلادنا بطيارة فوقية. في بلادنا احنا بتصير البازارات عادة في أماكن محددة ودائما، لكن هون في كندا طبعا لحدودية هذا المكان بسووا البازار عادة قبل المناسبات، وهذه البازارات بتكون قبل الأعياد وتجمع، فمعظمها بيكون دعم له، خاصة السيدات اللي صاحبات الأعمال المنزلية اللي بتشتغل من البيت. حورجيكم الآن بازار موجود في جامعة في أوتوا، عاملينه السنة هاي. عادة بيسووا كتير هون بازارات قبل العيد وال شوفوا ما شاء الله، هذه Human Concern، هذه المؤسسة. حورجيكم سريعا شو فيه. دول بيع أكل، مخللات، شغلات حلوة. هذه شغلات مطهرات. شغلات منزلية. حلويات. شايفين في شغلات للأطفال. الأطفال يلعبوا. الأكل، هذول بيعملوا أكل دعم لبنغلاديش. وهاي شغلات. هذا بشكل مبسط البازار والفكرة تبعت البازار. اشي رائع جدا، ممكن تشتركوا فيه بكل سهولة، يكون عندكم فكرة منزلية وتسووها. يلا نراكم في حلقة قادمة وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل